السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته مشاهدينا، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من قناة التناصح. استمرت ميليشيات ما يسمى الكرامة بقصف منطقة وسط البلاد بمدينة بنغازي بالمدفعية الثقيلة وقذائف الدبابات. مصدر من ثوار المدينة أوضح للتناصح أن طيران الرصد والتجسس الأجنبي المساند لميليشيات الكرامة كثف طلعاته الخميس على مناطق وسط البلاد، مشيرا إلى أن مجلس شورى ثوار بنغازي يسيطرون على كامل مواقعهم ويرصدون أي محاولة لتقدم ميليشيات الكرامة. في مدينة درنا قال مصدر من داخل المدينة أن طائرة حربية تابعة لحفتر شنت غارة جوية على منطقة الفتايح ظهر الخميس، وكانت طائرة من نوع ميغ ألقت حمولتها على منطقة الفتايح دون معرفة أي معلومات عن الموقع المستهدف والخسائر الناجمة عنه. يشار إلى أن منطقة الفتايح تتعرض منذ فترة طويلة للقصف من قبل طائرات تابعة لحفتر. شجبت لجنة الإصلاح والتوفيق بقبيلة أولاد بوسيف في بلدية نسمة أعمال السطو والسرقة والحرابة وخطف العمال الأجانب، وتبرأت من كافة الأعمال المشينة وغير الأخلاقية في بيان صدر بالخصوص. البيان جاء فيه أن اجتماعا ضم كافة شيوخ وحكماء أولاد بوسيف استلم مشروع ميثاق نهائي قدم من مندوبي القبائل منذ عدة أشهر لم يفعل حتى هذه اللحظة نظرا لتلكؤ بعض المكونات الاجتماعية بالمنطقة. أضاف البيان بالقول أنه لازدياد وتيرة قطع الطرق والسطو والسرقة والقتل وخطف العمالة الوافدة والاتجار بها ونهب أموالها، فإننا نرفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين ونجرم أعمالهم ونحملهم المسؤولية القانونية كاملة لفاعلها. أصدرت حكومة الإنقاذ الوطني بياناً أوضحت فيه حقيقة ما تناولته وسائل إعلام مختلفة عن لقاء حفتر والسراج بالإمارات بدون صفة سياسية تذكر. جمعت ما بين نائب سابق وعسكري متقاعد معين من النواب المنحل وصفة إياه بالجهة المغتصبة للسلطة. جهتها قالت إن هذا الاجتماع أظهر أن المشكلة في ليبيا داخل النواب المنحل نفسه، مؤكدا أن ما جرى سيفسح المجال أمام العسكر للتدخل من جديد في السياسة وسيطرة على مقاليد الحكم وموارد الوطن والرجوع لعهد الاستبداد عبر مطامع أطراف خارجية. في ذات السياق أدانت ما أسمته العبث السياسي معبرة عن حرصها على حوار وطني تدعمه أياد وطنية صادقة تراعي مصلحة الوطن. مشاهدينا الكرام، انتهى هذا الموجز قدمناه لكم من قناة التناصح. إلى اللقاء.